هل في فساد في مصر؟ على ودنه بس طبعا هو ايا كان اي بلد فيها فساد، بس بصراحة يعني يمكن الفساد الموجود في مصر بالشكل الملحوظ قوي، بحيث ان اي عيل صغير يعرف ياخد باله منه. الفساد في كل مؤسسة هنا الدارية، ان كان في تعليم عالي ولا في تعليم عادي ولا في وزارة مالية ولا انا مش عايز اجيب حاجة بالاسماء يعني، بس هو الفساد موجود في كل مكان. انا مش برضو بتهم سلطات معينة، بس برضو زي ما الصغارين فيهم الفساد الكبار فيهم الفساد. هو الفساد طبعا كتير في مصر، بالذات في المصالح الحكومية يعني، ونسبته ممكن تتراوح ما بين 60-70 مثلا. ايه طبعا في فساد في مصر، والرئيس السيسي اتكلم في كده يعني، هو قال ان احنا هو جاي عشان خاطر يقضي على الفساد. مصر كانت مصنفة يعني من اعلى الدول في نسبة الفساد، اعلى الدول على مستوى العالم في كل يعني كل القطاعات فيها فساد. فساد في الشرطة، فساد في الجيش، فساد في القضاء، فساد في التعليم، فساد في التموين، فساد في الزراعة، في الصناعة، في البترول، في الغاز، في كل يعني حتى الفساد السياسي. تعرف الفساد السياسي ده ما كنتش عايزين نتكلم عنه، لكن بتنص المواطن اللي هي مالهاش علاقة بالسياسة، زي التموين وزي وزارة الزراعة وزي القضاء. القضاء ده اللي هو المفروض يعني ان هم خلفاء الله في الأرض، يعني هما اللي بيحكموا بين الناس. ده في فساد اكبر مما يتخيل البعض.